السلام عليكم. أكيد سمعتوا إنه الاكتئاب بصير لأنه أنت ما في عندك إيمان بالله، أو لأنك سوداوي ومش شايف ولا أي إشي سعيد، أو لأنك تعاقب على ذنب اقترفته. الاكتئاب هو مرض بصيب الدماغ مثل أي مرض آخر زي السكر والضغط. اليوم راح أحكي لكم عن خلاصة الأبحاث العلمية والدراسات الجديدة اللي شاركت في بعضها في مختبر طب الدماغ والأعصاب عشان نقدر نعالج مرض الاكتئاب بطريقة علمية دقيقة. ركزوا مع اليوم، راح أحكي لكم كثير معلومات يمكن تكون سمعها أول مرة في حياتك، وراح تغير تصورك وفهمك لهذا الموضوع على بركة الله. الرسول عليه السلام وصانا انه نستعيذ من الاكتئاب، واحكالنا انه نحكي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الاكتئاب مرض منتشر كثير في العالم لدرجة انه تقريبا 10% من الناس يمكن يصير عندهم اكتئاب. طبعا هاي هي دراسات اجنبية. طبعا لما نحن جينا نعمل الدراسات في الدول العربية كانت النتائج مبهرة. مثلا في فلسطين كانت نسبة الاكتئاب 35% عند الناس في المجتمع، يعني أرقام صادمة جدا عن وجود الاكتئاب في هاي المجتمعات. يعني مثلا إذا أنت قاعد بتشرب قهوة مع جارتك وخالتك، على الأقل واحدة منكم يمكن يكون عندها اكتئاب. طيب شو هو الاكتئاب وكيف بدي أعرف أنه أنا في عندي اكتئاب؟ هل هو حزن وزعل عابر أو أنه له تشخيص علمي؟ هاي الأعراض اللي كانت موجودة عندك هي أعراض الاكتئاب. أول إشي أنه الحزن الشديد طوال اليوم، مش يعني أول ما تروح تدفع الفاتورة، لا، لازم يكون طول الوقت. يعني الحجات عنا بتحكي حشيشة قلبي مطفية. فقدان الاهتمام بجميع النشاطات اليومية، يعني ما إلك نفس تعمل ولا إشي. عدم القدرة على النوم حتى لو أنك تكون تعبان ونعسان، أو الإفراط والنوم بشكل كبير طول الوقت، خسران الوزن وفقدان الشهية، أو في بعض الناس بتكون عكس الموضوع، بيزيد عندهم الأكل وبيزيد عندهم الوزن. في واحد صديقي سبحان الله أول ما يكتئب ويزعل على طول ببلش في المطبخ يحش في أكل وبتبين في وجهه على طول. البطء في الحركة، أو في أوقات بيكون في عنا إفراط في الحركة وعدم الارتخاء، وفي ناس مثلا بيكونوا مشدودين طول الوقت ماشي رايح جاي رايح جاي في الصالة. التعب وكلة الطاقة، يعني الواحد ما له طاقة يعمل أي شيء. فقدان القدرة على التركيز واتخاذ القرارات، الشعور بالذنب وتأنيب الذات في أشياء غير مبررة. ويا حبيبي لما نبلش الناس يحكوا له إنه كل المشكلة فيك وإنت ما في عندك إيمان وكله عشان ما بتصلي، بتزيد الموضوع سوء عليه. والعرض الأخير والأكثر خطورة هو التفكير في إيذاء النفس والانتحار لا سمح الله. هاي أفكار بتصير عند الإنسان رغما عنه، وطبعا إحنا ما بنساعد المريض لما نلومه ونزيد حالته إذا ما بنفهمه بشكل صحيح. طبعا لازم يكون عندك أقل شيء 5 أعراض من هاي الأعراض التسعة، ولازم تقعد عندك فترة ما لا يقل عن 2 أسبوع. يعني لو لا سمح الله صار عندك مشكلة، صار عندك وفاة في العائلة أو ما إلى ذلك، يمكن أنك تحزن لمدة بعض الأيام إلى 1 أسبوع، ولكن ما بتستمر لبعد أكثر من 2 أسبوع، وقتها بنقدر نحكي أنه صار في عندك الاكتئاب المرضي. وفي أوقات الناس بلجأوا إلى الإدمان مثل إدمان الكحول والمخدرات والليركا والأدوية لأنهم بحاولوا يعالجوا نفسهم. وطبعا بيكون المشكلة أنه في عنده اكتئاب وحزنان وزعلان ومش عارف يشخص نفسه بطريقة صحيحة، أو ما عرض نفسه على الطبيب، ويمكن أنه يكون يتعالج بطريقة بسيطة وما يلجأ إلى هاي العادات السيئة. تخيلوا مثلا في شاب بيكون في أوج عطائه وشغله، ومرة واحد يبطل يقدر يعمل أي إشي، صار يقعد في البيت وعلاقاته الاجتماعية دمرت كله لأنه دخل في حالة اكتئاب، ويمكن أنها تتعالج ويطلع الشخص من هاي ويرجع للمجتمع والناس اللي حواليه. طيب خلينا نعرف شو بيصير في الدماغ وقت ما يحدث الاكتئاب. الدماغ هو عضو فسيولوجي زيه زي أي عضو آخر في الجسم يمكن أنه يمرض، ومن أعراض هذا المرض هو الاكتئاب. النظريات الأولية بيّنت أنه في نقص في الكيمياء في الدماغ والنواكل العصبية مثل السيروتونين، الدوبامين والنورإبينفرين وغيرها، ويمكن يكون في زيادة في نسبة الكورتيزول واللي هو مادة سامة للدماغ في حالة أنها موجودة بشكل كبير وبشكل طويل. وطبعا هاي بتدخل من سبب الاسترس والضغط النفسي بشكل طويل طول الوقت. طبعا هاي النظريات بتفسر جزء بسيط من الكتاب، ولكن الأبحاث الجديدة بيّنت أن الموضوع أكبر بكثير من هيك. في أبحاث جديدة أنا عملت جزء منها بيّنت أنه في هناك عدم اتزان في المناطق اللي في الدماغ المسؤولة عن تفسير بعض الأشياء. فمثلا بيكون في عندك زيادة مفرطة في فهم الأمور السلبية والتركيز على الأمور السلبية، والمنطقة اللي في الدماغ المسؤولة عن فهم الأمور الإيجابية والنظر إلى الجزء المليان من الكأس بيكون نازل شغلها بشكل كبير جدا، وما بتقدر تفهم هذا الموضوع. طبعا مثال على هذا الإشي إنه في واحدة مثلا بتعمل شعراتها وبتزبطهن، بتروح عند صاحبتها، 10 من صاحبتها 9 منهم تحكي لها
انه ما شاء الله ما احلى شعراتكم، زبطهم اليوم وشكلك حلو. واحدة منهم بتكون مكهورة منها طبعا وزعلانة عليها، بتحكي لها شو بتشتغل اللي عملتلك شعراتك؟ يمكن موسرجية مثلا. طبعا شو بتسوي؟ بتنسى التسعة اللي احكوا لها انه شعراتها حلوين، وبتمسك في الوحدة اللي حكت لها اشي سلبي، وبتتنكد وبتزعل وبتحكي انا شعري مش حلو ليش هيك عمال بيصير معي. طبعا المشكلة انه المنطقة اللي في الدماغ اتأثرت، وهيك صارت هي رد على كل الاشياء. فانت بتيجي تحكي لها او اطلع على الجزء المليان من الكاسي، هذا الاشي صعب لانه المنطقة في الدماغ المسؤولة عن فهم هذا الموضوع متأثر، وبدها علاج عشان ترجع لطبيعتها. الابحاث والدراسات العلمية اللي عملت تصوير للدماغ وجدت انه في عنا تغيرات على مستوى حجم الدماغ. هذا هو الدماغ، في مناطق في الدماغ مثلا الأميجدلا اللي هي هون، هاي المنطقة، هاي الأميجدلا هي اللوزة بالعربي، وهي مسؤولة عن المشاعر، بتزيد شغلها، بصير كل إشي عندك مشاعر زيادة ومفرطة. ومنطقة اللي حواليها اسمها الهيبوكامبس أو الحصين، هذا الهيبوكامبس أو الحصين بيصغر حجمه من السمية تبعت الكورتيزول، وبيؤدي إلى مشاكل في فهم المناطق الأشياء الخارجية، والعلاج بيرجع هاي المناطق إلى عافيتها. يعني الموضوع كثير أعمق من ما إنه بس والله في شوية كيمياء في الدماغ، لا، في مناطق بتزيد شغلها، في مناطق بتقل وما إلى ذلك. طبعا هاي هي الأبحاث العلمية اللي إن شاء الله بتؤدي إلى فهم أعمق وأحسن، ومش الأمور السطحية وبضل يحكي لك أو بس جلوتين وخذ مكملات غذائية والأمور بتتحسن وإن شاء الله. يعني والمشكلة إنه ما الناس بتحسن على هاي الأمور. واحد بيحكي لك دكتور كله من نقص النياسين وهذا هو العلاج الخفي اللي إحنا لازم نأخذه. طبعا النياسين والمكملات الغذائية ونقص الفيتامينات كلياتها يمكن إنها تؤدي إلى اكتئاب إذا كان في عندك نقص حاد من هذا الموضوع، عادة بتصير عند الناس اللي عندهم مشاكل في التغذية. طبعا إيش أسباب مرض الاكتئاب؟ في عنا كثير أسباب مسببات لمرض الاكتئاب، وعادة هاي الأسباب تكون متشاركة مع بعضها. أول إشي في عنا استعداد داخلي من الشخص، مثلا بنية الشخص والجينات والاستعداد الوراثي. يعني إذا في واحد عنده في العائلة تاريخ مرضي أو حدا من العائلة عنده اكتئاب، يمكن يصير عنده اكتئاب. وفي عنا عوامل خارجية، مثلا العوامل اللي بتؤدي إلى الاكتئاب مثل الصدمات النفسية، وخاصة إذا كانت الصدمات في الطفولة مثل العنف الجسدي أو التحرش والعنف الجنسي. سبحان الله هاي الأمور بتكون إلها عواقب سنوات ما بعد حدوثها، ويمكن مثلا يكون صدمة نفسية أو يكون في الإنسان تعرض إلى طلاق أو تعرض إلى مشاكل مالية أو مادية أو حروب أو نزاعات وعدم استقرار سياسي. وللأسف في عنا كثير من هاي الأمور في الدول العربية، عشان هيك دائما بصير عنا حالات اكتئاب عالية جدا. طبعا هاي الأمور إذا حدثت وكان في عنا مرض النقص في النياسين يمكن يأثر أو يزيد الحالة سوءا، ولكن مش هو السبب الرئيسي لوجود الاكتئاب. عشان نحكي أفضل عن العلاج الصحيح لمرض الاكتئاب راح نناقشه في هذا الفيديو، وبنشوفكم في الفيديو الجاي، وألف سلامة عليكم.